أنذر اليوم شفويا رئيس سلطة ضبط السمعي البصري في اتصال هاتفي مسؤولي القناة الخاصة شروق تي في إثر ما تضمنته سلسلة الفكاهية دار العجب بتاريخ 27 من هذا الشهر من تجاوزات خطيرة وعبارات الإساءة والازدراء بالكرامة الإنسانية وعدم احترام المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد، وكذا عدم احترام القيم الوطنية ورموز الدولة المحددة في الدستور، حيث التزم مسؤولو القناة بتوقيف البرنامج واتخاذ الإجراءات الجزائية ضد فريق هذه السلسلة، إذ يفترض أن تكون هناك رقابة قبلية من قبل القناة. وانطلاقا من مبدأ الحرية مسؤولية وليست وسيلة لانتهاك القيم والمساس بالكرامة ومصالح البلاد، فإن سلطة ضبط السمعي البصري تنذر قناة الشروق تي في عفوا وتؤكد ضرورة التزامها بقواعد المهنة وأخلاقياتها.